هو استاذ يوسف يا شيخ عصام بيقول ان هو اخو مراته بيشتغل يعني في احد السجون بحكم عمله، وهو بيجي بقى عايز يجيب هدايا البيت، عايز يجيب حاجه للبيت عند اخته اللي هو اللي هي تبقى زوجه الاستاذ يوسف، وهو بيرفض ده تماما، وعايز يعني ما يدخلش اي حاجه من الراجل ده تدخل البيت بتاعه. فبيقول هل ده يعتبر قطيعه ولا لا؟ لا، هو على حسب الراجل ده بيعمل ايه في السجن. قد يكون من يخفف عن الناس ألمهم، وقد يكون من يساعد الناس ولا يظلم ولا يجلد ولا يعذب، قد يكون من هؤلاء. فعلى حسب هو بيعمل ايه. لو كان من يفعل ذلك فهو مش هو ظالم، فالواحد يقاطع في هذه الحالة إلى أن يصلح من أمره. نعم. أما إذا كان رجلا صالحا ولا يؤذي ولا إنما بيأدي وظيفة، الوظيفة اللي بتاعت السجان الأصلي، أيوه، إن بيفتح الزنزانة ويقفلها دون أن يعذب أحدا، ويطلع الإنسان في فترة الفسحة بتاعته وأكله شو، لكن لا يؤذي أحدا ولا يتعنت ولا يظلم ولا يتعنت مع أحد. في هذه الحالة ليس محرما يتعامل معاه. طب هو قال يعني هو دلوقتي تابع للنظام، حتى وإن كان تابع للنظام الظالم اللي طيب موجود. طيب والدكتور في وزارة الصحة هيبقى تابع للنظام؟ مش تابع للنظام، ده راجل موظف في إدارة. نعم. المهم أنت بتأدي إيه في الإدارة بتاعتك؟ أيوه. بتظلم ولا بتعدل؟ أيوه. إذا كنت عادل يبقى أنت بتخفف مساحة الظلم. وأنا إذا علمت أو اشتكى لي أحد أن هذا الرجل يعذب داخل السجن خلاص كذا وكذا، بواجهه. ما هو مش اللي يقول ده مش ملاك. تعالى والله بلغنا عنك كذا كذا كذا. لا سيدي، او يقول لك يستاهل ويتحرق. طب ايوه، اتناقش معاه بقى، اوضح من الاول درجات الانكار. جميل. الوعظ فالهجر فخلاص القطيعه. حلو جدا، اشكرك على هذه الاجابه الشافيه يا شيخ عصام، شكرا جزيلا. حد معانا؟